النجاح يا رفاق هو درب الشعور بالوحدة. على طول هذا الدرب لن ترون العديد من الأصدقاء، في الغالب سترون ظلكم. الكثيرون جربوا نفس الدرب الذي تسلكه أنت الآن وقد فشلوا. لا تفشل معنويا، لأنك تفشل دوما جسديا. يجب أن تثق من أعماق قلبك بأن ما تفعله وما تؤمن به قضية قيمة ومعركة يمكن الفوز بها. إذا أتحت الفرصة لخوفك فإنه سينمو وسيتجدر وسيبدأ في تحطيمك وسيدمر كل ذرة من شخصية الناجح التي تسكن أعماقك. من هم الأبطال يا رفاق؟ لا يتعلق الأمر بالإمكانيات أو بالجينات، إنها المثابرة لتتفوق دائما، إنها المثابرة لتصبح بطلا. ما تحدث بشأنه شخصيتك أنت وماهيتك، ما يصنعك ليس الألقاب أو النجاح، الشخصية تعرف النجاح، الشخصية هي من تصنع النجاح، شخصيتك هي مفتاحك، هي من تزن وهي من تقيس الأمور التي تناسبك، شخصيتك هي من تحدد الأفضل بالنسبة لك. الأفضل هو ما تستطيع القيام به في أي وقت. لا يتم الفوز بالبطولات في ميادين المنافسات، بل في آلاف الساعات داخل غرف التدريبات والاختبارات، والجري على الساعة الخامسة صباحا عندما يكون الجو ممطرا باردا والكل نيام. هناك يتم الفوز بالمعارك الحقيقية. قلب البطل عبارة عن مصباح متوهج على الدوام، لا يتوهج وينطفئ عندما يكون أحد ما يراقب، بل هو ثابت. الخوف هو خدعة نفسية، أي أنه غير موجود، أنت قمت بإنشائه، تستطيع أن تدمره أيضا. أنا أحب الخوف لأن خلف كل خوف شخص تريد أن تكون عليه. واجه مخاوفك وستصبح الشخص الذي تريده. عندما تهرب من مخاوفك فأنت لست على قيد الحياة، وحتى وإن كنت حي لن تتمتع بالحرية. عندما تواجهون مخاوفكم يا رفاق فهذه المخاوف ستدمر وتتحول إلى ثقة. اسأل نفسك، ما الذي يميزني؟ ما الذي أستطيع القيام به؟ ما الذي يمنع نفسي من تحقيقه؟ من ماذا أهرب رغم أنني لست بحاجة للهرب؟ ما الذي يمكنني أن أقدمه أيضا؟ عندما تباشر في هذه الرحلة يجب أن تعلم بأنك ستبدأ من الأسفل قبل أن تصل إلى القمة، وكلما ارتفعت أكثر ستكون أعلى بكثير مما سبق وحققته. الرحلة تبدأ الآن عندما لا أحد يلاحظك وتكون فقط مجرد نكرة. ما الفرق بين فائز أو خاسر؟ قل لي ما الفرق. ببساطة، الفائز ينهض مجددا ويحاول مرارا وتكرارا حتى يصل إلى مبتخاه. قم بالتضحية ليوم واحد من أجل تحسين مستقبلك. هذه التضحية هي من تمنح القيمة لحياتك. كلنا نفشل في هذه الحياة، لكن السؤال، من ينهض مجددا؟ لاحق هدفك وابذل في سبيله ما بحوزتك، وحتى وإن خسرت على الأقل قمت بالمحاولة. قولك لقد فشلت أقوى بكثير من قولك ماذا لو، لأن من يقول ماذا لو لم ولن يدخل المعركة أبدا. ستصطدم بالحائط، ستسقط في الحفر، ستهزمك العوائق، ستنظر في المرآة لمرات عديدة ولا تبتسم. تريد تغيير حالتك، تحرك من مكانك الآن وقم بذلك بالطريقة الصحيحة. ابذل أفضل ما لديك في كل لحظة. هذا هو الشخص الذي رفعت يده يوما ما على المنصة، هذا هو الشخص الذي صفقنا له يوما ما. بالطبع سيكون هذا صعبا لأنها معركة الصعود والارتقاء والمعبر الأقل اختيارا من معظم الناس. هكذا يصنع الأبطال. هل تخاف من مستقبلك؟ وهل أعددت شيئا له؟ متشوقون لنقرأ إجاباتكم في خانة التعليقات، ونشير أنه يمكنكم الاشتراك في قناتنا الثانية والانضمام لمجموعة BDM على الفيسبوك ومتابعة صفحتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. فجميع الروابط ستجدونها في صندوق الوصف. كما يمكنكم دعم مشروعنا ومعرفة أهدافنا المستقبلية على منصة باتريون. إلى هنا أشكركم على حسن المتابعة، في أمان الله.